السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا بكم ورجعنا لكم بعد غياب طويل. ورمضان مبارك عليكم وعلينا جميعا، وكل عام وأنتم بخير وصحة وسعادة. خلونا متفقين كلنا أنه على مر العصور، ابتداء من عصر من قبل التاريخ مرورا بعصر الحتة اللي هو دلوقتي الكراش يعني، وصولا إلى عصر التقدم التكنولوجي، كل العصور دي أجمعت على حاجة، وهي أن الإنسان هو الكائن الوحيد اللي بيفكر، واكبر دليل هو التطور اللي وصلنا له. وللحظه كمان ان التطور مش بيقف، يعني زمان كان اسمها الحته، دلوقتي اسمها الكراش، بعد كده الله اعلم هيبقى اسمها ايه. يا جماعه السكريبت اللي انتوا جايبينه لي دوت بتهزروا؟ ايه الحته والموز يا جماعه؟ ده خلاص الموضوع اعزائي المشاهدين ان الموزه بتتطور، يعني العلم بيتطور، لان لما حد بيتعلم حاجه جديده بيعلمها لغيره، سواء كانت عن طريق شرح او انه مثلا بيجيب شوية كتب ويبتدي ان هو يقرأهم، وبعد كده بيألف منهم كتاب، وبعد كده بيوصلهم للناس والناس يبتدي يتعلم وهكذا. وعشان كده قررنا ان احنا نرجع من جديد عشان نتعلم مع بعض حاجة جديدة، ونشوف ازاي نقدر نعلمها لغيرنا عشان ما نوقفش تطور العلم ده. ممكن تدخل على الصفحة بتاعتنا عشان تقدر تشوف هدفنا ورسالتنا، وكمان تتابعنا على قناة اليوتيوب وتعمل سبسكرايب عشان يوصلك كل فيديوهاتنا جديدة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.